يقول السائل: ما حكم الإسلام في من يدعو إلى تقارب الأديان بحجة أنها أديان سماوية؟ سمعتم الجواب عن هذا، وأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين صحيح إلا دين الإسلام، ومن لم يدخل في دين محمد فهو كافر، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك من أمم الأرض، لا يكون مسلما إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.